السلام عليكم سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى موعدكم الأسبوعي استوديو المحترفين الذي نستعرض فيه حصيلة الجولة الأولى من مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم. الصراع في المقدمة يتواصل على أشده بين رائد شباب قسنطينة وملاحقه شبيبة الثورة. سنتحدث بتفاصيل الصورة والتحليل مع الحاضرين في استوديو المحترفين. بداية أسعد باستضافة كبير المحللين حكيم صدر، مرحبا بك. سلامي لك ولكل المشاهدين. وكبير خبراء التحكيم محمد زكريني، اهلا وسهلا بك. اهلا بك جمهورنا الرياضي الكريم، السلام عليكم. ضيف عزيز علينا اليوم يشرفنا بحضوره المدرب السابق لفريق اتحاد البوليدة مصطفى سبع، مرحبا بك سي مصطفى. مساء الخير، شكرا على الاستضافة والسعيد نكون ما بين الشيوخ كرة القدم. وممكن نقول المدرب السابق لاتحاد البوليدة رسميا؟ رسميا رسميا، انا للاسف رسميا. للأسف رسميا، فعلا للأسف رسميا. طبعا من بين مخلفات هذه الجولة هو سقوط ثلاث مدربين من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، نقول إقالة واستقالة أو تنحي، المهم مغادرة ثلاث مدربين لفرقهم، فيما يتواصل السباق نحو اللقب على أشده خاصة في مقدمة الترتيب مع تسجيل نتائج متباينة بالنسبة لفرق المقدمة وحتى مؤخرة الترتيب أيضا فيها ما فيها. سنتحدث عن كل هذا بأكثر تفاصيل. بداية حكيم، مولودية وهران تاريخ كبير لهذا الفريق، لكن منذ سنوات نقدر نقول وضعية تراوح مكانها، يعني الوهارنا يتمنون لقبا لهذا الفريق. لما نتكلم على فريق مولودية وهران بدون شك نتكلم على فريق ومدينة، يعني هذه أشياء يعني متكاملة، يعني لما تكون مدينة كبيرة وفريق عنده تاريخ بدون شك لن يرضى دائما يعني المعاناة، يعني فريق يعني في قطب اقتصادي كبير، يعني سي ان بول ايكونوميك تريز امبورطون، مدينة كبيرة وجميلة أيضا، أنجبت الكثير من اللاعبين الكبار، شرفت الجزائر في كثير في المحافل الإقليمية والقارية. نظن يعني وصولها يعني للمشاركة من أجل المشاركة في دوري الجزائري. لم نفهم بعض في السنوات الأخيرة هل مولودية وهران هو فريق مكون أو فريق يلعب من أجل حصد الألقاب. ربما التفاصيل هذه نخلوها لما نبدأ مع الركن الأول اللي هو وقفة العدد. إذن وقفة العدد، وعلى غير العادة خصصناها لواحد من نوادي الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، لواحد من الفرق العريقة والكبيرة خاصة بتاريخها بمدينتها بجمهورها، أعني بها فريق مولودية وهران، يضعنا في هذه الصورة المكبرة لتاريخ وإنجازات هذا النادي الزميل محمد شوماني. كأنها سماء المدينة، كأنها هواء الضواحي، كأنها بل إنها روح المدينة التي تجلت العام 1917 وبدأت رحلة المقاومة. أعلنت الميلاد ذات 14 ماي من 1947 بفضل محمد بوصول، علي بن توتي، عمر أبونا ورضوان سريك بوطالب. مولودية وهران بعيدا عن التاريخ هي جغرافية الكرة في الغرب الجزائري، بل في التاريخ هي تاريخ خاص بالجزائر مع أسماء من طينة الكبار لم ولن تتكرر، هاتفي، فريحة، بالكدروسي، وبديار والبقية، أعلام كرة تدرس كرتهم لمن يعتبر. بلغة ريبرتوار أمبيو أو لامسيو، تعرف الألقاب منذ الاستقلال، 9 مرات نائب بطل الجزائر وأربع كانت فيها البطل، وأربع أخريات نالت فيها الكأس الأحلى والأغلى، ومرة توجت فيها بكأس الرابطة، ومرتان متوجتان بالبطولة العربية العام 97 و98 900 و1000، وعام بعدها بالكأس العربية الممتازة، وعشر سنوات قبلها مرت جنب كأس إفريقيا للأندية البطلة. تاريخ، محطات، إنجازات، حدث ولا حرج في أن تقول وتعلن أنا حمراوي. المولودية العريقة تاريخ وحقيقة، سجلت اللقب كأفضل نادي جزائري في التسعينات،
بما كانت تحوزه من رياضات وفروع أخرى. وسجلت حقيقة أخرى هي أن أحفاد الراحل قاسم بن الإمام لم يتوجوا منذ 1999 بأي لقب، رغم الأرمادة التي امتلكها الفريق آنذاك. الصراعات أيضا ضربت الفريق في الصميم حتى سقط في موسم للنسيان، عاد بسرعة وحاول ترميم البيت. عاد وحاول ولم ينجح حتى حلت الإدارة الجديدة بمتاعب الماضي القريب. حاولت هي الأخرى ولم تصل إلى مولودية التتويج والألقاب وطموحات شعب يتنفس الكرة، ينام ويستيقظ بها، يفرح ويحزن لها وحدها، تشغله في مدينة البحر والسحر والمسرح والأسود. وهران شاهدان على مولودية وهران ينتظران عودة التاريخ، وحديث الراهن يقودنا لموسم مشابه للماضي القريب. مر الزمن ولم يفرح المناصر ولا اللاعب ولا الرئيس بلقب للمولودية. وهران وهر يقابل وهر ينتظر عودة الحمراوة، هيام بفريق القلب في الأزقة والدروب، رمز تاريخ وروضة المواطن كيفما كان، ألف مد ينتظر كسر الأزمة وميلاد الهمة، نون نمضي بها المقال على أمل حكاية وهران تشبه حلم سيرتا، حلم شباب قسنطينة. إذن كان هذا تقرير يخص طبعا تاريخ فريق عريق بحجم فريق مولودية وهران. التاريخ بالنسبة لهذا الفريق يتحدث عن نفسه، الإنجازات تتحدث عن نفسها، الأسماء الكبيرة التي ضمها ويضمها فريق مولودية وهران معروفة، لكن يبقى الحاضر هو ما يشغل بال الجميع. محمد شوماني ختم ماذا به تكون صحوة مشابهة لصحوة عاصمة شرق الجزائر. نظن يعني لما الإنسان يسطر برنامج للعب من أجل الألقاب أو التتويجات لابد أن يكون لديه فريق، ولابد أن يكون لديه مدرب ومسيرين وأنصار. ثم الشيء المهم والأهم لجعلك تصل إلى الأهداف المسطرة هو أن تكون لديك ثقافة ألقاب. شيء هذا موجود في وهران وغاب 20 سنة. صدق اللي فانتون هذا اللي فاتوا نسميهم سنين عجاف، يعني عجاف بالفعل ما فيه ولا شيء. ولكن وهران أصلا عندها ثقافة الألقاب، يعني العودة باش ترجع مولودية وهران إلى الواجهة. تذكرنا في عصر السرعة، سريع جدا هذا العصر، ونقولها في أكثر من مرة، نقول دائما في الرياضيات يقول لك إن المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان، ولكن في كرة القدم فيها مستقيمان، كان الجانب المادي المال في حد ذاته والجانب الرياضي. هذ لي دو دروات هذو يتماشاو بصح يتلاقاو هنا، وين لو بوان هذا اللي يتلاقاو فيه سي لا ريزلتونت، هنا النتائج. لازم يكون الاقتصاد والفني يتماشاو مع بعض، لكن كاين ان ديكالاج ما بين هذ المستقيمان، راح يكون خلل. وربما ما عاشته مولودية وهران هذا الخلل اللي كان موجود في الفريق. في بعض الاحيان يحضر المال مع رؤساء فاتو، حتى الحاج بابا يعني موفر، والسلطات المحلية لوهران موفرين الإمكانيات لازم لهذا، يغيب الجانب التقني. إذا حضر الجانب التقني يغيب الجانب، إذا لازم على سكان يعني ومحبين ومقربين من مولودية وهران الوجود هذا التوازن ما بين الجانب الفني والجانب المادي. إن ولاية مثل وهران ربما لا أظن يعني أن تجد يعني صعوبة في تمويل الفريق إذا كان الإجماع والفكر يعني يمشي في طريق واحد، ألا وهو الوصول إلى إعطاء البسمة والفرحة لهذا المناصرين. ما تشوفش باللي فريق مولودية وهران هو ربما ضحية أنه هو فريق مولودية وهران، فرق عادة الكبيرة اللي عندها قاعدة جماهيرية كبيرة، ضغوطات ربما هي أكبر عائق نحو تحقيق الألقاب. لا ضغوطات أنا ما نتكلمش عليها، أنا لما نشوف كاينة معارضة، استعمل كلمة معارضة، أنا ما نحبش نستعملها في الرياضة وفي كرة قدم خاصة، ولكن لما تشوف يعني هو يعارض الإنسان، نعارض سباعنا في أسلوب عمله مثلاً أو معقول في التكتيك اللي يستعمله الأشياء من التحضير، ولكن لما نروح للسلوك يعني نولي نتعامل باش نضر السباع
يعني نمشي له اللاعبين، نمشي له للحكام مثلا، أثر على محيط، على الأنصار، باش الفريق هذا ينزل. لا، وهران يعني بكل صراحة يعني نقولها يعني بكل شجاعة، لأن عندي أنا جي بوكو سيمباتي بور سيت فيل إي سو كلوب. نظن يعني ضحية الصراعات كما قالها شوماني هي حقيقة، يعني لما تقوم الصراعات فريق يبدا يظهر تظهر معارض. نظن يعني لازم تكون عنده بروتكسيون، لازم يحميوه، الطرق اللي يحميوه بها لازم يكونوا المسيرين على اعلى مستوى، ويديروا سياسه وينتظروا على الاقل المدى المتوسط. ونداء ايضا موجه ايضا للجمهور، وجب عليه ان يقف الى جانب فريقه، لانه سي مصطفى سبع لما نشوف مباراه مولودية وهران يعني ما ناش نشوف جمهور كبير موجود في المدرجات الملعب، يعني حتى الجمهور اللي يتمنى النتائج ما راهوش بين قوسين يقوم بدوره كما يجب. اتحاد بلوده بالنسبه لمولودية وهران، مولودية وهران نظن فريق مولودية يعني رايك كتقني فريق عريق، فريق كبير، ونجيب نجيب لاعبين كبار لان كاين اللي مازالوا في الحياه وكاين اللي يرحمهم هذوك كهدفي. انا نظن مولودية وهران فريق تاع الالقاب، ايضا قادر يكون فريق الالقاب، لان المنطقه هذيك منطقه وين فيها بزاف اللاعبين ذات موهوبين. ونظر كما قال الشيخ سرار، الجانب المالي والجانب التقني لازم يمشيو مع بعض، لان بدون مال نظن ما تقدرش تتحكم في المجموعه، تحكم في الفريق تاعك وما تلحقش، ما تقدرش تلحق الاهداف تاعك. وجب اذا تكاتف الجهود لتحقيق الالقاب بالنسبه لمولودية وهران. مدينه وهران ذكرني هي ليست فقط مدينه كره قدم، هي مدينه حكام ايضا. لا ما ننساوش وهران ثاني مدينه بعد الجزائر العاصمه، فيها كل شيء اللي تحوس عليها تصيبها في وهران. حتى لما كنا صغار نحبوا نروحوا لوهران، مدينه مثلا نحبوا نروحوا لوهران لانها مدينه كبيره، مدينه جميله، مدينه سياحيه. اعترف باللي يكبر، اعترف باللي يكبر. مدينه سياحيه، مدينه جميله، والدليل على ذلك انها اختيرت لتنظيم العاب البحر الابيض المتوسط. كل شيء فيها، فيها ناس، نزيد نعطيك معلومه برك، اكبر ديربي تاع الغرب الجزائري كل فيه بالعباس، فيه وهران، فيه لازم، ماشي لمسيو لازم، لمسيو الوات تلمسان، اكبر ديربي. تحكمت هذه الدربية. تحكم في تلمسان وتحكم في وهران، هذاك ديربي تشوف الندية القصوى، فيها الحكام كبار لا استطيع ذكر كلهم، اذكر المحمدون فقط، محمد حنصل، محمد صنديد، محمد بن نوزه. تحيه للمحمدون ولكل سكان وعشاق فريق مولودية وهران الذي نتمنى له ان يحقق الالقاب في القريب الممكن حتى يسعد ويفرح الانصار، لاننا نتمنى ان نناقش هذا الموضوع بحضور رئيس فريق مولودية وهران، لكن سي بالحاج احمد اعتذر في اخر لحظه لظروف طارئه، نتمنى ان يكون المانع خيرا وندخل المحترف الاول. إذن المحترف الأول، الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم. حكيم، جولة سقوط المدربين إن صح هذا التعبير، سقوط المدربين غادي يمروا في جولة ما نسميوهاش سقوط، زائد واحد في الرابطة الثانية نقول ما نسميوهاش سقوط. يعني بكل صراحة لما تشوف مدرب أو أمامنا ما يعطي، أنا نسمي سقوط مدرب لما يكون يتحمل المدرب، ربما التنحي هو افضل. لا، حتى لما المدرب يتحمل المسؤوليه، موفر له كل شيء في الانتدابات فينا، وبعدها نتائج تاعو سلبيه، قال سقوط، سقط يعني بعد ضغط المسيرين، هذا يعني خروج واعتراف بان المشكله صعبه، وماش لازم تكون عندك عصا سحريه باش تصل الى اهداف مسطره. في قضيه سبع المدرب الثاني، مدرب اتحاد الحراش التونسي، يقول باللي يعني بكل صراحة أنا موجود في فريق محترم ولديه تاريخ وكل شيء، ولكن لم أرى شيئا يشبه للاحتراف في هذا الفريق، من الجانب المادي، من الجانب التحضيري، والدليل مش فشل، هذا هو المشكلة. يعني من حظ المدربين، لأن احنا نقيس المدرب بنتائج ما ننظرش للجانب الاخر، انا نقيس المدرب في النتائج لما يكون عنده القوه في الانتداب والاختيار، لديه كل الصلاحيات
في انتداب اللاعبين ويتحمل مسؤوليته تكون امكانيه العمل لي مويان بيداغوجيك يكونوا موجودين ويخدم باريحيه الاشياء اللي يطلبها لي مويان دو ريكيبيراسيون هنا وتعطيه اكثر اكثر على الاقل اللي كان عندك هدف تاع قصير المدى تلعب على لقب ولا تعطيه على الاقل 10 15 مباراه كان خويا درنا لك كل شيء مع الاسف الشديد هنا يعتبر المدربين نستعملوا كلمة سقوط هذو يعني نظن أن المدربين هذو كلهم هما اللي مشاو لأنهم تعبوا بالإضافة إلى أي جودي اللي انسحب من العارضة الفنية ربما هذا عزيزين يعتبر انسحاب استراتيجي ماشي يعني هو البورتي لا دوبل كاسكات تكلمنا كان ضيف عندنا هنا وقلنا إن شاء الله عزيزين يجي على أرسن فانجار كنا يفيل المانجر صدير يسير الجانب الاقتصادي والمادي وتسيري مع مجموعة ويسير الجانب التقني ولكن ما نقولوش فشل يعني وصل إلى مرحلة وما قدرش يجمع ما بين المنصبين يعني منصب مسير ومنصب وإحنا في الجزائر ما تمشيش الرول دو مانجر المانجر جنرال دي كلوب هنا في الجزائر مستحيل تمشي مستحيل راح يكون صدامات راح يكون المدرب مع الرئيس تاعه كاين بروبليم دو ليدرشيب كاين اشياء كبيره مصطفى بسكري في الموب مصطفى بسكري مصطفى بسكري نظن يعني هما على ابواب الصعود مولوديه تبجايه يعني نعرف انا مولوديه تبجايه حتى شبيب تبجايه لديهم امكانيات يعني ما مش عندهم امكانيات فنيه وامكانيات ماديه يعني تتمثل يعني في المجموعه اللي تسير في مولوديه تبجايه او وبالمناسبه كاين ولي ولايه تبجايه اللي يعشق الى النخاع كره القدم ويتمنى يعني عوده على الاقل فريق او فريقين الى رابطه الاولى ما نظنش يعني مصطفى بسكري يخرج بهذه الطريقه لان ربما كان فيها هم يقولوا باللي هو انسحب يقولوا طلاق بالتراضي يعني طلاق بالتراضي يعني نظن يعني المولودية تبجاية على أبواب الصعود يعني ولا داعي لي باش يضيعوا هذا الهدف اللي هو نظر لتشكيلة تحم وإمكانياتهم سي با لا بين درون طريق كما يقول لك دون دي فيتيليتي هذه اللي ربما يضيعوا احلام انصار لمولوديه بجاي لابد ان تعود للقسم الوطني طبعا الجولات القادمه سنتاكد فيما اذا كان القرار صائبا ام غير ذلك مصطفى سبع استقلت من الفريق سؤال بسيط لماذا استقلت من الفريق؟ يعني ان الفريق ولا غير المدرب واللاعبين بكل صراحه لان يعني ما لقيتش مساعده في الفريق ما لقيتش مساعده ملي جيت بنا جيت في الجولة الخامسة وين الفريق كان عنده صفر نقطة وكان عنده 9 أهداف بليزو دو بيوت بار ماتش أونكيسي حاولنا مع الوقت لي بروميير سومان دوزيام سيم باش نكتشف شوية التشكيلة تاعي مع المشكل المالي الكبير وكبير جدا لأن الفريق كان ما تلقاش أجرة منذ مارس الموسم الماضي راه ليكيب طلعت وني ني أجور ني ريان دونك حاولت باش نشجع اللاعبين حاولت باش نعرف التشكيلة تاعي باش نشوف واش الحاجة اللي نقدر نديرها في هذا الفريق مع مرور الوقت طلعت 7 لاعبين من الرديف وزوج من أواسط باش تكون مجموعه باش نشوفها في بريل الحرام وبعد شهر ونص ولا بديت باش نطهر شويه الفريق وكشتو بالفريق كل مقابله يلعب بخمس لاعبين مرادي مرات يلعب فريق من اللاعب من اواسط هذه بعد عمل اللي خدم معاه منذ شهرين باش ندخلهم في الجو تاع الاكابر نظن مع مرور الوقت النتائج جاءوا ولكن بعد التأهل تاعنا ضد فريق تيموشنت شفت اشياء كبيره اشياء كثيره اشياء اللي ما فهمتش بيرسونال ما فهمتش انا قلت ما نعم شنو نقول لك جابوا لي اللاعب قالوا تحكم عليه في الفيديو جابوا لي لاعب من كونغو قالوا لي لازم تحكم عليهم فيديو كيفاش تحكم فيديو قلت انا خدمت في موريتانيا العام الفارض ما عرف الاشياء هذو تاع افريقيا هذو الفيديو راح يجيب افضل الصور يعني ماهيش مقياس قلت له اوكي نحبسوا نشوفوها في التدريبات نشوفوها في مقابله مقابله هذا ما عطيش بزاف ونديروا هو بعد انا من عشيه نشوف في الفيسبوك نشوف مصور معاه سينا معاه كونترا هذه يعني الشيء الاول ما حبيتش نحبس باسكو كان عندي لاعبين من الرديف وقع معاه الرئيس يعني نعم
يوقع مع الرئيس. بس انا نظن بالرئيس المشكل تاعو ما عنده حتى خبره في التسيير العام تاعو، شاب صغير، ولكن المحيط تاعو الديراكت تاعو مش ما نقولش حاجه واحده اخرى، صعيب صعيب وصعيب بزاف. وبدات برك المشكله معاه، بدا يعمروا له راسه على جال الاستقدامات. ما فهمتش كيفاش جبت الاستقدامات وانت ما طلعتش ما بعد اون بريم دو ماتش، اون بريم دو ماتش وجوه، ماشي نقول لك انا اجره، اون بريم دو ماتش الجوج ما تقدرش منها. كيف انت دير باستخدامات؟ استخدام لازم تكون مدروسه ولا عابين على باسكو. انا درت تحليل موضوعي تاع مرحله الذهاب، دوك نعرفوا البروفي تاع لاعبين اللي محتاج الفريق تاعنا. يعني انت هو المسؤول عليه المفروض. بارك الله فيك. وقلت له وقت تقدر تجيب لي هاو البروفيل، تقدر تجيب لي لاعبين بصح في هذا البروفيل، ما تجيبليش حاجه ما انا عندي باقي المظاهر ايمن عندي ثلاثه تجيب لي واحد، ولا عندي في المحور الدفاع لازمني واحد، ما لازمنيش واحد اللي ما يقدرش يتمثل مع الفريق اللي عندي. وراك شفتو مع السياسي عندي فريق لازمني بعد الاستخدام. ولكن بارك الله فيك عطيتو لو بروفي تاع لاعبين، ولكن نظن اللاعبين اللي قالهم لي ما نقدرش نذكر الاسماء باسكو اللاعبين ما نحترمهم، يقول ما مش لاعبين اللي يدخلوا في الـ في الـ في الـ في المخططات. انا كومبليتمون كونتري تاع البروفي اللي من ديت له، قلت له عطيت له واحد اللاعبين، قلت له هم لاعبين وين تحمل المسؤوليه، وانت دبر راسك من جانب المال من جانب الادمنسترا تجيب منا ما ديموش دخل من نظرك من جانب التقني. فهمني اليوم بعد والناس كلام وهضره ويسيف اللاعبين، كيف نسيف اللاعبين؟ انا كنت نحضر الفريق تاع المقابله تاع الكاس والموقع الحمد لله الفريق تاهل، وكنت نحضرها المقابله تاع لامسيو. ودي لوت كوتي كنت نشوف اللاعبين اسكو اللاعبين نعرفهم اللي جبتهم باش نشوفهم اسكو لو بروفي تاعهم يتناسب مع هذا الفريق مع لي زاناليزر درته مع الفريق هذا ولا لا. هذا ما كان بقعت فيها الهضره فارغه منا. وشفناها اليوم، شفناها اليوم انا دخلت في الميدان السبان الطياع بقمت منها. وهذه ما مش كاع الانصار نظن 30 40 عام السبان. وكل مقابله انت شفت اللاعب اللي عنده انا عنده خبره كبيره في الميادين، لاعب اللي ما جام يلعب مع الاكابر جام يلعب في القسم الاول ويدخل الميدان ويلقى هذاك وهذاك السبان وهذا كلش في بلاد نيجان اللي كانت عندنا اهميه كبيره. الحمد لله الشوط الثاني سيطرنا كاع المقابله، ونظن هاو تاع خابطه التحكيم هنا يشوف بلي سجلنا هدف ولا حسب ولا كانت المقابله تتبدل ماهوش قاعد هكذا. ولكن كما يقول احنا كنا نضيعون الفرص واللي يضيع يتلقى اهداف، وكانت كره مرتده من لاعب. طبعا راح نشوفوا ربما الصور عن المباراه فيما بعد ونواصل الحديث في هذا المشاكل. باختصار محمد زكريني تحكيمي الامور في هذه الجوله، هنا في مرحله العوده يعني الضغط يزيد المشاكل تزيد، جوله اولى الى هذه الماء لا جوله المرحله الثانيه جوله اولى المحترف الاول يعني ما فيهاش مشاكل، والدليل على ذلك حتى المحترف الثاني بالامس وين شفنا اليوم مباراه لعبت بدون بطاقه ولا بطاقه خرجت مباراه مولودية الجزائر اتحاد بسكرة، والبارح شفنا شبيبة بجاية مع سرع غريزان ولا بطاقة، معناه أن مرحلة العودة بدأت في ظروف جيدة. مرحلة العودة بدون بطاقة لا لبعض المباراة لبعض لا هذه بشرة بشرة يعني حاجة أن ما فيش العنف ما فيش حاجة مليحة إشارة إيجابية. وأنا اللي عجبتني بزاف تان مولودية الجزائر راها بدأت بدون بطاقات لان في مرحله الذهاب كملت اول فريق اللي دا اكبر عدد ب 45 بطاقه. الان وكان محمد زكريني وصلت يعني لمسؤولي ولاعبي مولوديه الجزائر. نبدا بالمباراه الاولى وهي التي جمعت بين اتحاد الحراش ووفاق السيف، حضرها هشام سعدودي. مباراه لم نشاهد فيها الكثير من الفرص وجرت من دون جمهور بسبب العقوبه، ولكن العناصر الحراشيه كانت أكثر قتالية وحماسية في اللعب. أول تهديد كان كرة ثابتة من ملال كانت بعيدة عن الإطار، تلتها تسديدة ذات اللاعب والحارس زغبة حولها إلى الركنية في الدقيقة 31. ردوا سطيفية وكان أخطر، توزيعة حدوش لم يتعامل معها أمقران بالشكل المطلوب. آخر لحظات الشوط الأول شهدت كرة ثابتة سددها ملال وزغبة ببراعة إلى الركنية. سيناريو الشوط الثاني كان مشابها لأوله، والمبادرة فيه كانت للوفاق. بداية من الدقيقة 63 جحنيت كاد أن يصل إلى الشباك لولا يقظة وبراعة معزوز. أمقران هو الآخر فوت فرصة سانحة للتهديف لتنتهي المباراة بنقطة للحراش وأخرى للوفاق. سيدي ماتش كومبليكي
اجيريرا سي دي ماتش كومبليكي. الوقت اللي يكون الويكلو، الوقت اللي يكون المشاكل، الوقت اللي تكون موبيليزاسيون اوسي دو لوت كوتي، علاش نلعبوا ضد ديبلو؟ ما كناش كيماش لازم تكون الكره. صح كما قلت نقطه، ما نساش لعبنا مع وفاق ستيف، فريق اللي عنده مشكله وينافس على اللقب، وراك تشوف زاد الويكلو زاد ما ساعدناش. نقولوا الحمد لله نقطه فيها بركه، ان شاء الله القادم يكون احسن. اذا مباراه انتهت كما بدات، من الرابح في هذه المباراه؟ الفريقين يعني خسروا، يعني نقدر نقول لك اتحاد الحراش فاز بنقطه وفاق ستيف ضيع نقطتين. نحيي بالمناسبه يعني عبد الحق بن شيخه اللي كان مريض، يعني امام الحاله تاعو شفناه في الاستجواب يعني ومشى. لكن المباراه هذه الاولى ظاهره العقم الهجومي في وفاق ستيف ليست بجديده، فيه يعني مباريات يعني ما ونحس المدرب اللي كاين سوى في تصريحات مدوي لما كان او زرقان. اليوم عبد الحق بن شيخه في تصريح موش تاع اليوم شفتونا في بعض التصريحات قال لك لابد ان اجد الحل للعقم الهجومي، وهذه دائره ماشي يعني خاصه الا بوفاق ستيف، نظن يعني فرق كبيره. ولما نفوتوا المباريات تشوف يعني النتائج تثبت بين 8 أهداف فقط، يعني تثبت بين كاين مشكل في الهجوم سي البلان اوفنسيف، كاين مشكله في الدوري الجزائري. ولما تبحث على لاعب في مرحله الميركاتو مستحيل. زياده انا حبيت نقطه تريز امبورطون، يعني الميركاتو هذا لما داروا الميركاتو ما فهمتش انا، هل الميركاتو نعطيه التعريف تاع سوق رياضي، ما نقول سوق تجاري، سوق رياضي يفتح لك الانتدابات باش تجيب لاعبين، ام الميركاتو هذا فيه استرجاع، فيه تحضير، فيه بريباراسيون. كان صغير يعني الفرق تاع القسم الاول يعني المحترف كانوا عندهم لاعبين كثير متواجدين في الفريق الوطني، يعني تقسمت كاين اللي راحوا 4 5 من الفريق، يعني تختلط الامور تاعو في وضع المدرب باش يضع البرنامج الكامل تاعو. زاد جات مباراه الكاس يعني 29، واش معناتها؟ معناتها الميركاتو فيه اسبوع، انا نتكلم عن الاسترجاع والتحضير، يعني اسبوع توقفت البطوله يوم 16 وكاينه مباراه يوم 29، مدرب هنا لو ميكرو سيكل تاعو كيف راه يبريباري؟ هل يمد 4 أيام راحه راح يخسر كثير، يمد 6 أيام راحه راح يخسر وقت اخر. يعني المشكله انا اعتبر المرحله هذه الميركاتو هذا لم تكن في صالح النوادي، لم يكن في صالح النوادي، ولم يسمح للنوادي بالتحضير بكل التعداد الكامل تاعو. حتى يعني لو كان يعني انا لست ضد اللاعب المحلي باش يبرز في الفريق الوطني ولا يتحضر ولا، ولكن لما تاخذ لاعبين للفريق الوطني وما عندك حتى منافسه، يعني لي زيشيونس نو سون با امبورطونت، لا شان الرسميه اللي راح تبدا 13 في هذا الشهر تبدا، احنا ما راناش مؤهلين ليها باش يبداو الاقصائيات سنه خلاص هذه وفيها قرعه وفيها باش. ولكن لما تاخذ هذا اللاعبين صرا مشكل، ربما النوادي اللي عندهم لاعبين كثيره نظن لازم يعيدوا النظر في هذه المشكله تاع اللاعب المحلي والتربصات الى اخره للسماح للانديه في العمل في احسن الاحوال. وبالنسبه لي التحكيم في المباراه الاولى، ثلاثي التحكيم فيدرالي بوزرار رحمون ياحي، شفنا لقطات تاع المباراه وهشام سعدودي كان في الملعب بدون اخطاء، وحتى الناس ما تكلموش على التحكيم، ادوا مباراه لاباس بها. وعلى نفسي النتيجه، انتهى لقاء دفاع تاجنانت اولمبي المديه، وعلق عليه محمد صالح بوساكر. كره مرفوعه ممتازه داخل منطقه العمليات، خطيره هذه المحاوله العرضيه موجوده، والقائم والقائم يحرم فريق اولمبي المديه من فتح مجال التهديف. العمل الهجومي ونشاهد اعاده مره اخرى والخطوره، واول خطوره اللي تاتي من هيدكوتش داخل منطقه العمليات، تبقى لمجموعه الدفاع مسديده ممتازه الى الركنيه، بالفعل الركنيه سديده فرنور تفوق عليه، عابد يرفع كورته الى اين؟ صعبه هذه الكره، صعبه وكاد اللاعب يلحق عليها. رجع مرة أخرى لماروسي اللاعب البديل، يحط كرة في القائم الثاني، هل يلحق عليها؟ كوجو داخل منطقة العملية، فرصة الأخطر لمن جاء الفريق دفاع تاجناد منذ بداية المباراة، من أنصار التشجيع لأن الفريق يمر بفترة فراغ رهيبة في مباراة اليوم. شوف خذا كامل وقته، حط كرة في الزاوية التي يجب أن يضعها، خطأ وخطر
مرفوعة إلى أين رأسية الملعب وإلى 5 أمتار و50 5 أمتار و50 حال تقول عن نهاية المباراة. وبالفعل في هذه الآونة الحكم بن عبد الله. إذن 0-0 هي النتيجة أو المباراة الثانية التي انتهت كما بدأت. شفنا المباراة، شفنا المباراة على المباشر، تحكم في المستوى بكل صراحة قدم ما عليه من أجل إنجاح المباراة. بن عبد الله ميسوم، بن رشو، مصباح، يعني ثلاثي التحكيم في المستوى. حتى المباراة بدت سهلة وهادئة. هادئة جدا، صارت سفرية ناجحة لسليماني، رجع بنقطة المدية. كيف اعتجنات يراجع أموره لأن الوضع ليس بالسهل في مرحلة العودة. مع مرور الجولات شبيبة الثورة تواصل سلسلة نتائجها الإيجابية بميداني. هذه المرة كانت أمام فريق شبيبة القبائل بهدفين دون مقابل. نتابع الصور والكيفية التي سجلت بها الأهداف. هدف أول طبعا، مباراة كانت متكافئة حكيم في المرحلة الأولى بين الفريقين، لكن عرف أو بعد لحظات قلت عرف فريق شبيبة الثورة أن يحقق أو كيفية تحقيق الأهم. بعد شوط أول انتهى بتعادل الفريقين 0-0 مع أفضلية نسبية لفريق شبيبة الثورة الذي راجع أموره في المرحلة الثانية، خاصة بعد طرد زيري حمار من قبل حكم أعراب. بعدها تمكن مصطفى جاليت من توقيع ثنائية كانت ثمينة بالنسبة له ولفريقه الذي ظفر بنقاط المباراة، بينما هذه مخالفة لفريق شبيبة الثورة. قلت مصطفى جاليت الذي يسجل الهدف 9 والـ10 طبعا بعد هذه المحاولة. مصطفى جاليت يتمكن من استغلال هذه الفرصة داخل منطقة العمليات مسجلا الهدف الأول لفريقه، وكان هذا طبعا في الشوط الثاني من المباراة. وفي اللحظات الأخيرة تمكن من إضافة هدف ثاني كان كافيا لضمان النقاط 3، وهي نقاط مهمة بالنسبة لفريق شبيبة الثورة. عطينا كامل الاهميه للمقابله هذه سورتو الانطلاقات على فاز روتور. دونك الحمد لله ربي وفقنا اي بي انا ريوسي ا فير ان بون ماتش اوسي جو بونس كنا كنا اي بوكو دوكازيون اون مارك دو بوت اون انكيس با سي بيان بور نو اوسي. شبيبة الثورة حكيم بعد ان تعثر امام مولوديه الجزائر وتضيع نقطتين ربما لاول مره في هذا الموسم عاد الى الانتصارات وهو وفي لتقاليد هذا الموسم. تحصل على 25 نقطة من ضمن 27، يعني ضيع فقط نقطتين. نقطتين. والشيء الجميل في شبيبة الثورة هو الأداء تاعو يتحسن من مباراة إلى أخرى، يعني ومن موسم إلى آخر. حتى الأداء، طريقة تسجيل، ربما الهدف الأول كان فيه كما يقول كيمبان ناطر، يعني من أخطاء تاع مراقبة، ولكن الهدف الثاني كان هجمة عكسية وسريعة وبطريقة جيدة، خاصة تمريرة بورديم يعني اللي كانت سيتي باس ليمينوز، يعني ما غير عند اللاعبين الكبار بلمسه واحده. يعني نظن شبيبة الثورة هي في الطريق. برايك هل هو ريتم فريق يكون ضمن البوديوم هذا؟ دون شك لما تشوف الكالندري تاعو، يعني حتى الان حتى يخرج مرتين، المره القادمه يخرج الاتحاد بسكره ويخرج الاتحاد البوليده، نظن اصبح يسافر جيدا. يعني شبيبة الثورة عندهم ان باركور مام دان شامبيون، ماهوش تاع بوديوم، يعني البوديوم ما نظنش رايحين يخرجوا منه، وربما نعتبروا احسن موسم لشبيبة الثورة. تحكيميا الامور كيف مشات؟ شفنا هدفين صحيحين، اراب بيوت بن ناصر ثلاثي التحكيم، هدفين صحيحين لا وجود لحالات تحكيميه، وشفنا بطاقه حمراء. طبعا نعود لشبيبة القبائل لأننا عزين أي جودي زملاء يتصلون بك، من فضلك ترد علينا حتى نتحدث عن آخر مستجدات عزين أي جودي على رأس العارضة الفنية بالنسبة لشبيبة القبائل. ماذا يحدث شبيبة القبائل؟ شبيبة القبائل يعني ما يعتبر شيء جديد، يعني لما تتفاجأ لما الفريق يكون مستقر. يعني شبيبة القبائل نعرفه باللي عندها سنين وهي تعاني وبالنتائج
السلبية، يعني عندها ديجا 5 سنوات على الأقل متتالية يعني تلعب من أجل البقاء حتى الجولات الأخيرة. نظن اليوم يعني الأمس يعني الهزيمة أمام شبيبة الثورة، حتى وإن كان وقفوا معهم الند الند الشوط الأول، تبقى شبيبة القبائل تصارع من أجل البقاء. وأنا قلتها أكثر من مرة، كل الفرق التي لم تصل إلى النقطة 20 في المرحلة الأولى من الدوري ستعاني في مرحلة العودة حتى الأربع أو 5 جولات الأخيرة. عزين أيجودي انسحب من العارضة الفنية ليبقى ربما ضمن الإطار المسير لهذا الفريق. أنا قلت قبيلي هنا عندنا ثقافة المناجر والنظرة تاعنا وكل شيء ما عندناش. من الأحسن يكون عز الدين في الدون الديريكتوار هذا ولا الكوميتي ديريكتور ما عليه التسمية اللي حبيت، وعنده نظرة تقنية على الفريق، يبقى كونترولي يشوف المدرب العمل اللي راه يقوم به لانه عنده امكانيات، ولكن من الاحسن يخرج من الجانب التقني. وهو ربما يدرك هذا بعد هذه التجربه القصيره، لانه الضغط كبير على عز الدين ربما لوحده في شبيبه القبائل. عز الدين مساء الخير، ماذا حدث بالنسبه لمنصبك في الطاقم الفني؟ السلام عليكم، مساء الخير اخي سعود، السلام سي زكريني والضيف الكريم واخواني المشاهدين، السلام عليكم. اظن ان منذ الوهله الاولى قلت باش نجيو نخدموا في شبه القبائل، يعني على اساس الفريق محتاج بينا ككل كمجموعه. الجانب التقني انا نشرف عليه، اظن ان الامور تسير رغم كل الصعوبات، رغم كل يعني المشاكل اللي عشتها في الطريق، يعني خاصه التقنيه، لان الضعف الكبير كان تقني، ان المساله الماديه كان هناك مستشارين، كانت هناك وعود ماديه، والحمد لله يعني الامور وصلت يعني في وقتها لاعانات، ف يعني قدرنا باش نخلصوا بعض عالقه على الفريق. اما الاكبر فاظن انا قلت اساعد الفريق يعني الى مرحله الذهاب، فهمت؟ خدمنا وشفنا ان الفريق تحسن رغم يعني النتائج ما ساعدناش الحال، نقطه في سطيف ما كانت سهله، نقطه في اتحاد العاصمه ما كانت سهله، كنديه ثاني، ولكن المشكل الكبير كان الغلطات البدائيه اللي صارت في مقابله الشباب قسنطينه، ولا حتى يعني البارحه بعشرة تخسر بعشرة لاعبين. العموم اظن ان ليس وقت لتفسير هذا الظرف هذا، ولكن اقول ان الفريق كان واجب علينا باش نخدموه، واجب علينا باش نديروا له يعني تحول جيد، رغم يعني مستوى الكل يعرف ان مستوى الفريق ككل ما كانش مليح، والحمد لله تحسن كثيرا كما قلت لك، وكان الهدف تاعنا هو يبقى يعني هذا الموسم كما نقولوا احنا نسلكوا هذه الوضعيه الكارثيه، ومن بعدها ربما التفكير في المستقبل. لكن وضعيتك حاليا انت واش راح تروح، انسحاب كلي ام انسحاب فقط من العرض الفنيه؟ لا، الانسحاب هو اكثره كمدرب، يعني كمدرب يومي للفريق، لان الكل بلك عاتبني ولا يعرف واقع وظروف يعني ظروف العمل كي نخدموا 18، مانيش كما يقول لك مخلي ولادي في خارج الوطن وعايش هنا وحدي ب 18 ساعة في اليوم عمل، يقول لك راهو غايب في التدريب. فأظن أن صراحة يعني هذا ما حاز في نفسي، يعني لهذا قلت إذا كان يعني حتى الإخوان اللي معايا في الديركتوار بدأوا يفكرون كما يفكر الفيسبوكيين، فهذا يعني شكل لي. وتكلمت الأسبوع الماضي مع الأخ السرار وتكلمنا على بعض الأمور، أظن أن الأمر يعني الجيد
هو انه نيتي كانت منذ البدايه وعودتي من المغرب باش نخدم فريق الشبيبه. و طيب عزين الان انت انسحبت من الطاقم الفني، تبقى شكلي ان عزين انت انسحبت من الطاقم الفني راح تبقى في طاقم مسير، هل فكرت في خليفه لك على راس الطاقم الفني؟ نعم. هل فكرت في من يخلفك كمدرب؟ عز الدين ربما انقطعت المكالمة. على كل ربما سمعت جزء من تدخله وكان الضغط كله كان على عز الدين كمدرب كمسير في التدريبات في المباريات وحتى النتائج لم تخدمه. ما اسم الفريق؟ شبيبة القبائل. من دون انتهى الأمر لما تشوف الاسم وتشوف الحالة اللي متواجد فيها الفريق بدون شك أي مدرب أي رئيس نادي يتقدم للفريق محكوم عليه بالنجاح، حتى وتجد المبررات وتجد الأسباب، لكن المناصر اسمها شبيبة القبائل، يعني مش نقول لك سي لي ليون دو لا جورجورا، كانوا رمز في كرة قدم، يعني تشوف الحالة اللي توصل لها. أنا والله العظيم يعني نتكلم لك منطق كرة القدم رياضيا 100%، مع احتراماتي ل 16 فريق ولا 15 فريق المتواجدين في القسم الوطني المحترف الاول، ما يعني التاريخ اللي يتغير والمنظومه تتغير، يعني تسمع بعض الفرق لا اقول صغيره حديث النشأة يقول لك انا تسمع تصريح هكذا يقول لك المباراه القادمه رانا نحضروا لها بكل الامكانيات حتى نرجع بثلاث نقاط من تزيوزو. هذا كان في الثمانينات وحتى في بعض السنوات في التسعينات كان من الخيال هذا. قول الكلام هذا، تتخيل انك هابط الاول نوفمبر باش تفوز، يعني نتكلم طرق رياضيه فعلا. شبيبه قبائل انا الشهاده لله، كنا نمشيو لتيزي وزو كان الاستقبال حضري دان غرون نيفو ويغلبوك داير لحقنا لواحد الضحك باش نديروا لانيكدوت نضحكوا شويه. عندهم دو فيستير كاين واحد فوق واحد تحت، لا طلعوك وكبروا بيك لبسوك في تاع البريميطاج يعطيوك ربعه، لا نقصوا لك شويه داوك لتحت دي زوج. طيب نشوف مع عز الدين ايجوديا معنا مره ثانيه. عز الدين سؤال ربما اخير، انت انسحبت كمدرب راح تبقى في الطاقم المسير، هل فكرتم في الخليفه؟ لا اظن صراحه يعني انا خرجنا اليوم بعد الاجتماع خرجنا على اساس انه على اساس انه ذهابي اكثر للروح كان كيف يعني نلقاو حل باش نخرج من الطاقم الفني. اما مستقبل الطاقم الفني ونتحدثوه، رغم اني هذا المساء سمعت رئيس يتكلم فتفاجات، لان قلنا نسمعوا ديمقراطيا ونتفاهموا يعني بعيدا عن كل حسابات. اظن ان شبيبه قبائل كبيره كامل علينا وشبيبه قبائل جينا باش نخدموها، فهمت؟ ماشي جينا باش كيما يعني قصدين ما فيش حرج انكم تشتغلوا مع بعضكم مره ثانيه، يعني انت وسيد ماجن وسيد زواوي ما فيش اشكال يعني من الناحيه هذه. لا شوف انا مصلحه الشبيبه اولا، انا شوف مصلحه الشبيبه هي الاولى، لا 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 هذا ولا اكثر، فهمت؟ انا اقول وقلتها مرارا ان مصلحه شبيبه، حتى اذا كان مصلحه شبيبه باش نمشي يعني نمشي. اذا مصلحه الشبيبه فوق كل اعتبار. نشكرك عزينا يجودي على تواصلك معنا والحديث معنا. للاسف هذا هو حال الشبيبه، المدربون تغيروا، الرؤساء تغيروا، لكن النتائج فقط لم تتغير وبقيت في وضعيه نقدر نقول محيره. بريمي كلوب نوري اللي قبل يجيب بعد الثلاثه اللي نقولوا نازلين يجيب بعدهم، ظل الحاله يعني تحير بكل صراحه. ولما تشوف يعني لا اقول انقسامات، يعني لما تشوف يعني يبدا التكتلات يبدا ذهاب المدربين وسوء تفاهم ما بين الاسره اللي تسير هذا العملاق، نظن يعني هذا لا يبعث على الارتياح. ونتمنى ان شاء الله شبيبة قبائل ترجع يعني الى عهدها السابق، ولا بد ان يتحد الجميع ولازم ننظروا للسياسه اقتصاديه. يعني لما تشوف شبيبة قبائل حتى وعز الدين يقول وفينا بوعودنا يعني وندفعوا
لجنة نزاعات الأموال، ولكن الفريق يبقى دائما ليس بالفريق الغني التي كنا نخشاه كلنا. يعني ما بقاتش بتقبل ذلك الفريق. أين أنتم فعلا أين أنتم يعني رجال الأعمال رجال المال وأبناء القبائل أبناء المنطقة اللي كانوا يصبوا أموال كثيرة للنادي؟ وفعلا بعد ما كان فريق شبيبة القبائل من الفرق الكبيرة صار بين قوسين فريق عادي بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي يعاني منها منذ عدة سنوات. اتحاد البوليدة لم يوفق في مباراته أمام فريق مولودية وهران بحضور إسماعيل ميلودي. عودة المنافسة إلى ملعب براكني كانت بالتكريم والورود قبل أن تنتهي بالغضب والتذمر والحسرة من أنصار اتحاد البوليدة، هذا الأخير الذي سقط مرة أخرى بميدانه أمام الضيف مولودية وهران. سجال كروي تميز بسرعة اللعب في بداية اللقاء، ومحاولات أصحاب الأرض لم تأتي بالجديد أمام حامي عرين الحمروة. رد الضيوف جاء في دقيقة 38 في كرة كانت الأخطر في المرحلة الأولى، كرة ثابتة نفذها عواد كانت بمثابة إنذار للحارس مزيان الذي تألق في إبعادها إلى الركنية، ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشطر الثاني من المباراة، المبادرة الهجومية كانت من طرف مولودية وهران التي كادت أن تصل إلى شباك الحارس مزيان في دقيقة 66 بكرة فريفر. الدقيقة 70 حملت الجديد بلقطة أثارت الجدل واحتجاج كبير من طرف اتحاد البوليدة بعد كرة ثابتة نفذها سعمار وترجمها فريوي إلى هدف ألغاه الحكم غربال بحجة التسلل التي أعلن عنها حكم تماس. كما نشاهد في العرض البطيء لتتصاعد بعد حمى المباراة في العشرين دقيقة الأخيرة، والخطير حرباش يسدد بقوة لكن دون جدوى لاختراق قلاع الحمروة في ظل تواجد نتاش الذي تفوق في كرة أخرى على عابد الذي ضيع ما لا يضيع، وقتل كل أمال اتحاد البوليدة في التسجيل. وبما أن القاعدة في كرة القدم تقول إن لم تسجل تتلقى الأهداف، فهو الذي حدث في آخر رمق من المباراة بهدف غربي الذي سجل على الجهة اليسرى مانحا فوزا كانت له نكهة خاصة للمولودية، ومعقدا في نفس الوقت وضعية اتحاد البوليدة أول المهددين بالسقوط لحد الآن. جميع شاف بلي خلقنا فرص عديدة للتسجيل. الهدف اللي سجلناه وقال تسلل هذاك في علامة استفهام نشوفوا دوكا بالكني غلط، مي جو بونس با اني غلط في هذاك الهدف. حاجه ثانيه كي القاعده اللي تراطي تونكيسي يعني شفناها في الدقيقه الاخرى. زيد حاجه ثانيه الحاجه اللي ما يفهمها سي الجو المشحون ولا السبان قبل ما يبدا المقابله ضد سباع الوماده، هذه علامه استفهام. ميم سي يافي با دي بوت ماركي اون اي ريستي سوليد مي اون ايون توجور cette idée derrière la tête qu'on est capable de marquer quand même un but. وهذا اللي صار، سي فينو سور اون اكسيون معناها بيان موني سور لو كوتي غوش بار صبري غربي. كان ثلاث نقاط ثمينه عاد بها فريق مولوديه وهران في اللحظات الاخيره. يعني الوضعيه تاع اتحاد البوليده العام الخاص يعرف بلي فيها مشاكل، ولكن الجو المشحون الزايد هذا واش هو السبب تاعو في رايك؟ ما على باليش بيصير، ربما باش تفاجات اليوم كي شفت مداري الانصار اول مره يعني في هذه المباراه فقط. كان طون طون دي تريك مي وراء المقابله، ولكن اليوم ما فهمتش مع بدايه مقابله وطيل المقابله ما خلاو ني المدرب ني اللاعبين ما فهمتش مشي كاع الانصار. اكيد كان من بعض منهم صغير ولكن عنده جاب بعدهم خبره في التشويش هكذا يعرفوا كيفاش يتي بارفيو سور لو تيران كامل ما فهمتش. ولكن مصطفى انت استلمت المهام في وضعيه صعبه بالنسبه لفريق اتحاد بوليدا، نتائج كارثية، أزمة مالية خانقة، حتى مشاكل إدارية، يعني أنت كنت تعرف جيدا الوضعية بشكل عام. وي، مي كي خلصت لافاز ألي كلمت مع الرئيس قال لي بأنايا مسألة يامات ونسوي بعض الأمور. أنا تشجعت، قلت له ما درتش ما بقى تحضير في ما درتش ما بقى طرابوس، قلت هذوك المال تاع طرابوس أعطيهم كومبريم دو ماتش اللاعبين باش يكونوا محفزين البوتو للمقابلة خصو يسلموا المقابلة تاع مولودية وهران. بصح ولكن واش تفاجأت أنا صافي يومين وثلاث أيام يديروا مع اللاعبين يقولوا منا على 20 يوم اللي عندكم
الاجره الاجره ولا اجرتين زائد يعني وعود وعود كم كانوا في وعود من قبل. نظن هو نظن نقص الخبره تاعو ما يعرفش قيمه تاع الوعود كي توعد اللاعبين واش لازم حاجه ما يش في يدك الحاجه الاولى. حاجه ثانيه نظن نقص الخبره تاعو ما خلاتوش اي خير الموسي اللي يكونوا معاه هذه نقولها بكل صراحه ويسمحوا لي ما قدرش يعرف كيفاش يديروا. وحاجه ثالثه نظن لا كومونيكاسيون مع كلاعب لماذا ما عدوش انا كومونيكي مع اللاعبين ما تشوفش انه النيه كانت مبيته يعني قصده يبعدوك من الفريق انا هما حبوك تستقيل ولا ما تمسكوش بك لما استقلت نقول لك بكل صراحه انا المام كي استقلت المره الاولى الانصار هما يديروا المستحيل باش يعاودوا يرجعوني وانا وليت على جالهم بكل صراحه. دونك انا واش كنت تاكل ما كنتش تاكل على مساري كنت تاكل على العمل اللي نديروه مع اللاعبين خاصه اللاعبين شبان وكنت فريق محفز في العمل لان اللاعبين تاعي معظم منهم شبان مام الشبان اللاعبين اللي عندهم خبره كانوا يمشيوا في لابوليتيك درتها مع الفرق ونشكرهم نشكر كاع اللاعبين على المساعده تاعهم. ولكن كي يدخل الميدان بدون اي سبب تلقى كل شيء يصير ضغوطات والسبان والوعود ايضا تاثر كثيرا تاثر كثيرا على اللاعبين هنا تخلي الاشياء تخرج 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 منها. حكيم بالاضافه للمشاكل اللي نعرفها الاتحاد البوليدا يعني كان المفروض ربما على الاقل التفكير الان في الموسم القادم. والله الشيء اللي اصبح يحير يعني فريق يعني يسعى للصعود لماذا يعني كل التعب الموسم الماضي تعب كبير يعني كان الموسم الماضي من أجل العودة في الموسم التالي ظن يعني من الأحسن البقاء أطول مدة في القسم الثاني المحترف وهيكلة النادي وتطوير النادي 4-5 سنوات إذا اقتضى الأمر ثم الصعود بطريقة ولكن لما يسعد والمثل يعني المقتدى به هي شبيبة الثورة لما هذا الفريق أصبح يلقن دروس للفرق الكبيرة لا أتكلم في كرة قدم يلقن لهم دروس دون لا بيرينيتي كيفاه يبقى دائما محترم ويبقى يلعب الأدوار الأولى في كل موسم أصبح يشارك في رابطة أبطال إفريقيا ويسعى أن يشارك فيها الموسم القادم. هذا صفر مشاكل من ناحية الرواتب من ناحية السير أنا شبرون الثورة بس سيتان إكزومبل مثل فعلا ما راناش نتكلم على دوك شبيبة القبائل وفاق سطيف اتحاد العاصمة مولودية الجزائر حتى مولودية وهران شباب قسنطين هذه فرق كبيرة يعني مش نتكلم أنا على شبيبة ثورة يعني حديث العهد بالرابطة الأولى يعني أوراو يمشي وما زال الفريق هذا اللي نعرفوا الاستقرار تاعو اللي موجود في الهيئة المديرة اي جو بونس يعني نظن شاطرني الرأي نتاع خويا محمد حتى سبع سي لو كلوب لو بلي ديسكري لكن راكم تريماركيو سي لو كلوب لو بلي ديسكري تسمعش انا درنا وانا ربحنا وانا درنا وانا رايحين يلقى لي ماتش السلام عليكم يخرجوا دونك انا جي سيتي شفي با لي لوج تاع الثوره مديتها كمثل يقتدى به فعلا يقتدى خاصه هذا ما تشوف ولايه البليده هو تكلم على وهران قال ثاني مدينه في الجزائر قطب اقتصادي سياحي مدينه كبيره محمد قبيل ثاني مدينه يعني من ناحيه الجمال وبور والايروبور اما من ناحيه الديموغرافيه وين كان كما يقول لك النسبه تاع السكان تجي الاولى العاصمه الثانيه سطيف ثاني البليده البليده مش حاجه صغيره مدينه كبيره اقتصاديا مدينه كبيره يعني تشوف يعني سي والله العظيم فعلا في متناقضات كثيره في بطوله يعني بلي سي فولي يعني الناس ما تعاونش الناس يعني ما رايش تعاون في حتى هذا مشكل لابد ما تخليش الناس تخدم هذا المشكل لابد ان يطرح هذا يطرح حتى في لا نقول لك حتى في البرلمان قال الناس هذو رجال الاعمال ورجال المال عبر الولايات وجب ان يطرح في البرلمانات المحليه المحليه على الاقل لانه فعلا فيه صراعات كبيره على مستوى مختلف النوادي في مختلف الولايات رغم وجود عدد كبير من رجال الاعمال بامكانهم تقديم المساعده مثال حي فريق اتحاد البوليده بامكان رجال اعماله على مستوى الولايه يجعلون منه واحد من افضل النوادي خاصه على الصعيد التنظيمي والمادي. ذكرني تحكيميا كيف بمبراهام لاصمي المساعد الاول المساعد الثاني بوفاصا قبل ما نروح للحاله اليوم البارح شكرت مصطفى صبع في المحترف الثاني
كان محترف باتم عليه الكلمه في لي ديكلاراسيون. الان مرحله العوده اللي تهم اكثر لي ديكلاراسيون. اليوم نحيي على سبع على سبع نحيي اليوم واش قال في لي ديكلاراسيون؟ ما قالش نحالي لاربي. ولكن واش في اللقطه الان قال انا بان لي هدف بصح نشوفوا اللقطه. اسمع ما ضخمش الامورات وما ما زالش هيج الدنيا. ها عندك اللقطه هنايا واش رانا نشوفوا هنا عند انطلاق الكره؟ لمسه الكره اللاعب ذوك يخرج من اللور. انا واش راني نشوف بخبرتي بتجربتي هدف صحيح بصح حاجه واحده اخرى لازم تكون لازم نكونوا خليها كيما راه هكذا ما طانيش خليها هكذا لا فنات باش تحكم على التسلل باش تحكم عليه 100% باللي هو التسلل موجود يكون عندك لارج صوره كامله صوره كامله منين الصوره كامله من خط التماس حتى الخط التماس كي تعود عندك تم تتاكد اين كان اللاعب انا هنا لحظه ضرب الكره هنا لحظه ضرب اللاعب راه نشوفوه اسمع لي انا هنا نقول هدف صحيح بخبرتك بخبرتي نقول هدف صحيح ولكن كون يوروا لنا وضعيه المساعد وراه افضل منك وري لي الخط التماس تاع الجهه اللي ملهيه وين كان هذا اللاعب نحكم لك 100% الى فيه تسلل ولا ما فيش تسلل. انا بصح هنايا مصطفى تفضل معاه انا معليش انا اكثر من 50% تاع اللاعبين تاعي من رديف ما نقدرش انا نقول له حاجه اللي ما راهيش بل انا نكون فيه انا راني نكون فيه الحمد لله ثلاثه ولا اربعه منهم راه في الفريق الوطني الاولمبي دكور دوك انا نكون فيه الا كان هدف فيه شك شويه برك نكون قادر نقول للاعبين ماهوش هدف ديجا مام الا كان هدف صحيح نقول له ماهوش هدف راه بيت قال ماهوش هدف لازم نكونوه في هذه بيناتنا نقولوها بيناتنا احنا ماش بيناتنا بين الجمهور العربي الملايين انا ما كاينش بيناتنا حسب الصوره انطلاق الكره واللعب جا من ورا هدف صحيح بصح انا كان ما نذبحش لاسيستون علاه في القانون ما نذبحش اعطيني لا غرونديسمون لا 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 في التلفزيون الصوره الكامله نظن في لابيريود هذيك كان في الدقيقه هذيك تاع الاخر كان فيها ضغط كبير والضغط كبير كان على المدرب من جانب اشياء اللي ما نقدرش نقولوها ربما هذيك اثر شويه على لاسيستون للحكم اثر على لاسيستون ربما نقول لك بكل صراحه اللاعب كما تقول انا شفتو خرج من ورا خرج من ورا انا شفتو هنا في الصوره كي عادوا انت ضدك هذوك الانصار سهلت له المهمه باش يرفع له ربما اثرت عليه واش قلت 80% الحكام ما يدخلوش في هذه الامور لا مش حبيت نقول لا على الحكيم الحكام الحاله الوحيده في المرحله هذيك كنا نسيطروا على المقابله هذاك الهدف نقول بكل صراحه كان مقابله تكون مقابله واحده اخرى والمشكل ايضا هو في ملاعبنا لانه لو كانت المباراه متلفزه وكانت الكاميرات موجوده في وضعيه مناسبه لا امكننا الحكم على اللقطه دون خطا الى المباراه المواليه وهي التي جمعت فريق اتحاد بالعباس بفريق شباب الوزاد الذي يواصل سلسله النتائج السلبيه المباراه علق عليها الثنائي سيف الدين بن زرده وطه شعبان بداية بالفريق الضيف شباب الوزداد هذه كرة لصلاح الاتحاد كانت ممتازة ولكن الحارس صالحي أخرجها تقريبا سبع لاعبين وحتى اتحاد بن عباس أيضا وهذه كرة لصلاح الاتحاد دائما من هناك وحده بالحسيني هيلو والهدف والهدف الأول لاتحاد بن عباس عن طريق بالحسيني هداف الفريق يفتتح مجال التسجيل في هذه اللحظات وهذه فرحة جماهير أنصار اتحاد بن عباس الإعادة شوف الإعادة شوف هنا الإعادة شاهدنا اللاعب بالحسيني كان وحده وضع الكرة بدون عناء مباشرة في شباك الحارس صالحي شوف هنا كيف كانت التوزيعة من عبدلي لمر الكرة على طبق مباشرة ناحية بالحسيني الذي لم يتوانى في وضع الكرة المغربي الذي تنقل منه مباشرة إلى شباب الوزداد الكرة لصالح الشباب من هناك توزيعة ممتازة والدفاع يتدخل المدرب المغربي راشد الطاوسي اللي حقق ثلاث كؤوس يعني كأس اتحاد إفريقي وكأس سوبر الإفريقي وكأس العرش مع المغرب الفاسي ودفاع الشباب والكرة تصبح لصالح اتحاد بن عباس ولكن ضيعة بوغلمون يضيع هذه الكرة تبقى في اختبارات دائما وكرة لصالح زواري دائما يوقع الكرة ضيعة غريبة يا لها من فرصة ويا لها من كرة
زواري ماذا فعل؟ راوغ بطريقة جميلة، أخذ ورد، خطأ من جانب شباب الوزداد، التمريرة المراوغة الجميلة من زواري ثم التسديد والحارس بمساعدة المدافع. ينطلق العربي تبتي، العربي تبتي معاه زواري من هناك، ممتاز، يا سلام، كانت كرة ممتازة بين العرب. الشوط الثاني كرة من هناك لصالح الاتحاد بالعباس، ممتاز، القائم الثاني راح القائم الأول. وزداد عن طريق دراوي من هناك للتاريكات، يلعبها مسيدة للأكلون في منطقة العملية، ممتاز، كانت كرة خطيرة لصالح الشباب، ولكن كرة سيدالي لاكروم مرت بجانب سيدالي لاكروم الذي لعبها كرة ساقطة ولكنها مرت جوار القائم. بالنسبة لفريق شباب بلوزداد المهاجمين، وهذه كرة لصالح الشباب، كانت خطيرة لصالح شباب بلوزداد، والدفاع يتدخل ودائما تبقى كرة لصالح شباب بلوزداد، ولكن الكرة كانت في أخذ ورد. شوف الكرة من دراوي كانت ممتازة، ثم الرأسية من لاكروم، هنا لاكروم، كانت نعم الرأسية هنا من لاكروم ناحية لمهان، ولكن سبقوا نجيب غول وخرج الكرة. فارس بن عبد الرحمن يلعب هذه الكرة لبوغلمونة، معه محاصر بالمدافعين ويتفوق بوغلمونة، ممتازة، كانت ممتازة هذه الكرة وهذه اللقطة من بوغلمونة، حاول يلعبها ساقطة. المهاجم بوغلمونة أمام ثلاثة أو اثنين من المدافعين، تمكن من ترويض الكرة. شوف كل اللاعبين تقريبا شباب الوزداد، ممتازة، كانت هائلة من هذه التوزيعة وهذه الرأسية من السيد علي لاكروم، ولكن كانت بين أحضان الحارس نجيب غول. شوف التوزيعة كانت ممتازة، والرأسية من دراوي، من دراوي، نعم، هذا قصير. إذن ديكليك بالنسبة لفريق شباب بلوزداد مع مدربه الجديد رشيد طوسي ربما يتأجل، واتحاد بالعباس يظفر بنقاط ثمينة تساعده كثيرا في القادم الجولات. أنا هو الإنسان اللي يستغل المرحلة هذه تاع آخر مباراة في بلاده، فاز، زاد اليوم أول مباراة فاز في بلاده، أصبح 23 نقطة في المرتبة السادسة أو السابعة، يعني الأداء لم يتغير، أداء اتحاد بالعباس يلعبوا أداء مميز يعني في كل مباراة، يعني حتى تشوف أهدافهم تشوفها دائما مصنوعة كما يقال، بيان سور، من لقطات مش من كور ثابتة، كواكو لي برانسيب دو جو فيه كل شيء، كيفاش تدخل الكرة، ولكن كرتهم دائما جمالية موجودة يعني في الهدف. اللعب شباب الوزداد نظن احنا نقولوا السنين تمر وتتشابه، ولكن شباب الوزداد جولات تمر وتتجاوز. لو بوين كومان ولا النقطة اللي يتقاسموها مع الموسم الماضي هو المدرب المغربي، في مرحلة الميركاتو كان بادو زكي، اليوم الطوسي. مرحلة الميركاتو الأولى كان انتدابات ناجحة، انتدابات ربع لاعبين، هنا تسريح سبع لاعبين، يعني بسبب مشاكل الظرف موش يتشابه، والأمر تاع شباب الوزداد لازم يديروا انسيل دو كريز، مش قضية بسيطة ومش قضية سهلة، لازم يديروا خلية أزمة ويشوفوا مع الرئيس وينظروا كيف يخرجوا، لان يعني نقولها ونعاودها 18 نقطه ونزل، ما زلت انا كنت راح نسال قبيل السبعه نقولوا ما هي حظوظ اتحاد البوليد في البقاء حقيقه، هذه يعني الناس كل ما زالت عندها حظوظ قائمه باش تبقى في يعني شباب الوزداد لابد عليهم من اعاده النظر في هذا والتفكير جديا في مستقبل الفريق في ظل سلبيه النتائج المتواصله تحكيميا. ثلاثي التحكيم فيدرالي ابراهيمي وصلوات جيو كادام، مباراة كانت متلفزة، اليوم أدوا مباراة في المستوى، حتى كانت فيه واحد الحالة تاع تحكيمية تاع ضرب الجزاء لاتحاد بالعباس، ولكن كان البراكولي ولا ديسونس قصيرة لا وجود لضرب الجزاء، وأدوا مباراة أنا شفت أجزاء كبيرة منها، كان اليوم في المستوى إبراهيمي اليوم تطور كثير. إلى المباراة الموالية وهي مباراة مولودية الجزائر واتحاد بسكر، المولودية عرفت كيف تستغل العاملين التقليديين الملعب والجمهور للظفر بنقاط المباراة بحضور محمد شومان. المولودية التي لم تفوز في افتتاح مرحلة العودة منذ 3 سنوات استقبلت ضيفها اتحاد بسكر في الملعب الذي يحبه الجمهور.
تحت تحكيم الثلاثي بيتشارب بولفلفل وبن عميرة في مباراة عرف شوطها ست هجمات. بدأها حشود بتوزيع مليمترية لنقاش الذي ضيع في ثالثة اللقاء. أمضى المايسترو راوغ وتوغل وأرسل أرضية بعيدة، ثم شريف الوزاني سدد وسيدريك أبعد الكرة. 20 دقيقة بتأن وصلت فيها المولودية اللعب المنظم حتى منح بدبودة الكرة في العمق، سدد المؤذن على القائم وتابع الكرة بندبكة مسجلا محتفلا قاصدا المنعرج المحبب للجمهور. أشبال الكناوي حاولوا بالكرات الثابتة في مباراة عرفت عودة شاوشي الذي أبطل المحاولات مرة أولى وثانية. انتهى الشوط بحضور البراعم المناصرة، وبدأ شوط ثاني مواقي بتسديدة بعد حركية كبيرة في مرحلة عرفت عودة الاتحاد. بولخوة عوض بدبودة ومنح بندبكة فرصة أهدرها سيدريك بخبرة سنين. رفقاء العقبي الغائب حاولوا الضغط على بوهنا ومباركو، فاختل دفاع المولودية مرتين حتى ظهر حشود في الصورة بكرة في العمق، استقبلها روضها وبيسارية وقع الثاني. أمضى أحسن لاعب مرة أخرى وضع سويبع المستخدم الجديد في وضعية وجه لوجه، غير أن مراوغته جعلته يضيع الثلاثية قبل ترك مكانه لبالغ الذي كاد يسجل من أول كرة. لولا الحارس يعود الاتحاد مضيعا الهدف وتنتهي المباراة بدون بطاقة صفراء وفي روح رياضية كبيرة. لي ماتش هادو بياج سيرتو اللي لعبوا مع التوالا، الحمد لله اليوم بوميميطو اللي درنا البالون تاعنا، دوزيام ميطون ما نقولوش حقنا المنافس، حنا بغينا بالك انا عيانين ان شاء الله يا ربي يضروا قعدنا لاكوب وفرحنا هذا الشعب تاعنا ونزيدوا نفرحوه. هذا صافي تروازون مولوديه ما بحثش فلوتو البومي ماتش. في الشوط الثاني كنا متخلفين في النتيجه، دونك انا دوموندي او جوور دو بريسي لو ام سي ا يعني شي لوي يعني في لازون تاعو، والشيء اللي درناه وين تمكنا به خطفنا بعض الكرات وكانت عندنا يعني فرصه ولا اثنين باه نعدلوا النتيجه. Et malheureusement, je vois que les jeunes ne sont pas en train de se faire. كما تعودنا او كما تعودت حكيم تقول حول مولودية الجزائر، الامور تسير بهدوء وبنتائج ايجابيه. صراحه يعني خاصه في الجولات الاخيره منذ انهزامهم في الديربي امام اتحاد العاصمه، عاد مولودية العاصمه لا اقول تدريجيا ولكن عاد بقوه. هو في الفوز السابع الآن، مركز رابع، مركز رابع يعني ب 26 نقطة على ما أظن. الانتدابات قاموا بها في وقت مبكر، إيزون ديغريسي أن بتي بو ليفيكتيف، يعني باش يخلقوا التوازن المالي ما بين الانتداب ودفع لاعبين إلى المغادرة. أظن يعني جابوا الآن قلب هجوم افريقي اللي نظن القضيه تاعو نوعا ما معقده من الجانب التسريع، لان اللاعب عنده عقد مازال يعقد وعنده كلفه تاع الورقه غاليه، يعطيك الصحه الكلفه على الاقل تفوق ال $100,000 هذه رسميا. وكان اللاعب حتى اللاعب كان مطلوب من فرق في قطر، مطلوب يعني في فرق اخرى، مسجل 24 هدف في الدوري الزومبي، هو كونغولي الاصل يعني ماشي من زومبيا. يعني نظن يعني مولوديه العاصمه راهي في الطريق الصحيح. انا قلتها مره عندها واحد شهرين، يعني فو با لي سير ميدياتيزي، خليهم تروكيل، سي ان كلوب كوم تو لي كلوب الجيريان، عندهم طموح خليهم يلعبوا، اي سون طونطرا دو براتيكي ان فوتبول، وراهي ماشيه امورهم. في المقابل اتحاد بسكره حتى نكون واقعيين، مرحله ثانيه 13 نقطه، هل الفريق يكون قد نزل؟ يعني شأنه تقريبا شأن اتحاد البوليده 8 واتحاد الحراش، يعني حتى نكون واقعين بعيدا عن مجامله الانصار. لا مسعود، انا تكلمنا في نهايه المرحله الاولى ودرنا حوصله، حصه خاصه بالحوصله، وقلنا يعني الفرق اللي ما وصلتش نقطه معينه راح تعاني، حتى اتحاد بسكره يعني نظن يعني طموحهم حتى الفريق ما يجيش بفكر باللي راح يفوز في
ملعب 5 جويلية على المولودية باش يعني تختار لما ما يكونش عندك هذا الطموح. لا لا لازم كانك استسلمت للأمر الواقع. لا تختار مباريات، كاين مباريات يكون ند ند للند تقدر تجيب فيهم نتائج. نظن يعني لم يدفع بعد أوراقه أنا حتى يتحد بالبريدة بعد انسحاب، يعني لو كانت كل الوقفة بس توقف الناس تبدأ تخلص، الناس وقفة لا بريزونس هذيك الحضور تاع المسيرين في التدريبات في المباريات، ربما الفريق يغير الوجهة تاعه. يعني مازال باش يعني نقول لك دفع الأوراق تاعه مباشرة للقسم الوطني الثاني، لا مازالت حظوظه قائمة، ولكن صعب جدا لأنه يستقبل فرق كبيرة. هذا هو المشكل، يستقبل اتحاد العاصمة، يستقبل وفاق سطيف، يستقبل شبيبة الثورة، يعني مباريات صعبة حتى في بسكرة. بدءا بمباراة الأسبوع المقبل الخاصة طبعا مع استقباله لفريق شبيبة الثورة، اتحاد البوليدة يعني في الوضعية هذه في المشاكل هذه بعد انسحابك، هل تشوف أنه ممكن يعني أنه الفريق ينقذ نفسه؟ حقيقة كي تشوف أنا درت واحد 7 فرق، ليش نقول أزم؟ درت واحد 7 فرق اللي رام معنيين باللعب البقاء البقاء. نظن فريق بويدا عنده كل حدود باش يحقق، ولكن لازم تكون إتفاتها، لازم تكون المساعدة على الفريق، لازم تكون تحفيز على الفريق، لأن لاعبين شبان ولكن عندهم مؤهلات كبيرة. ولكن من الجو اللي شفته أنت اللي عايشته صعب جدا أن تحقق هذه الأمور. نو في الجو كما راهو هذا في الجو هذا مستحيل مستحيل مستحيل، نقول في الجو كما هذا مستحيل، ولكن إذا يأخذوا بعين الاعتبار هذا الفريق ويساعدوه ونظن يتلتوا ما في الفريق، أنا نظني ما راه يقدر يحقق الباقة تاعو، لأن عنده كل مؤهلات باش يلحق. وكي تشوف الفرق اللي راهم قراب لنا وكي تشوف المقابلات اللي عندهم مقابلة عندنا، أنا نظن كل شيء ممكن. على كل شيء ممكن. حكيم تشوف لأنه فرق اللي تحت المراكز الأخيرة اللي أقرب للنزول بالنظر لوضعيتها والواقعها، هل عندنا ثقافة التحضير للموسم المقبل في الدرجة الثانية؟ يعني هذا سؤال وجيه، يعني هذه غير موجودة، لأن أول طلاق ليسرى وما بين الأنصار والفريق. يعني أنا شفت عندها 2 أو 3 بوروسيا مونشنغلادباخ في ألمانيا، كانت بقات 4 جولات سقطت 100%، 4 جولات الملعب مملوء الى اخره. الانتماء احنا هذه احنا المناصر تاعنا يوقف مع فريقه لما يجيب النتائج الايجابيه، لكن اذا بدات النتائج ويكون بحاجه اكثر، اول حاجه يبدا سواء اعمال شغف يعني يقوموا بمشاكل في الملعب، اما يقاطعك او حتى يضغط عليك. هي العكس، هي لازم هذا ثقافة صعب تكون عندنا ثقافة، وانت رحت بعيد يعني رحنا لألمانيا. بنعطيك مثلا لكن من ألمانيا خلينا نقرا عليك الألمان ذكريني تحكيمي لازم تنقل. لا هو ثاني اذا عجبنا بود الاوض البونغلي هزنا الكتاب ويعيط علينا والله الواحد. لا لا راح احنا نفوتوا ان شاء الله خير منهم كانوا. لا لا ان شاء الله. ثلاثي التحكيم الدولي عبي تشارف بالفلفل بيناميرا أدوا مباراة اليوم في المستوى. عبي تشارف اليوم بين بأنه حاكم من الكبار اللي رايح غدوة إن شاء الله يروح للمغرب للشار في الفار فيديو ريفري أسيستنت، يروح مرتاح. تصور مباراة بدون بطاقة صفراء ولا حمراء، معناه روح رياضية. أنا قلت لك بالليل بداية مرحلة العودة تبشر بالخير ونتمناه إن شاء الله. أنا يا كون جيت يعني عندي شوية نحكم فانت سيزون بنهاية الموسم، الفريق اللي ما يديش الكونتيستاسيون ديسيزيون وما يديش الويكلو وما يديش بزاف البطاقات، الرابطة أو الاتحاد الجزائري يعطيه 5 مليار كادو باه يبدأ به لا سيزون. أنا كون الرأي هذا باش نقسم الرأي تاعو، فريق هذا ما يديش البطاقات وما يديش كونتيستاسيون وما يديش بطاقة حمراء لازم يطيح. لا ما لعبش كرة هذا. لا ماشي ما يديش، احنا مع الرأي تاع زكريني حتى تكون جائزة مادية قيمة للروح الرياضية، وهذا ربما باب من الأبواب تخلي الأمور تسير في أحسن أحوالها. الرأي شباب قسنطينة كان في تنقل صعب، أو نادي بارادو استقبل في دربي عاصمي فريق اتحاد الجزائر في مباراة انتهت كما بدأت. بارادو مليحة، محاولة من بن خليفة راح يسدد بقوة ضايعة، سدد بقوة من بسيلة رقم 15. نعم،
يحاول الدخول منطقة العمليات. نعم وخروج بزيان وتخرج الكرة إلى ستة أمتار لأنه كان فيه وضعية تسلل. الوضعية واضحة، الوضعية واضحة. محاولة لصالح اتحاد العاصمة طويلة ومليحة لصالح يايا مزيان، مزيان أمام الحارس المساوي يضيع. خطيرة جدا ونشاهدها بالإعادة وكيف مزيان حب يمرر الكرة ولا لعب بالتشكيلة أو دخل بنفس التشكيلة دون تغيير لحد الآن. ومحاولة لصالح اتحاد العاصمة قوية قوية وكادت تخدع الحارس المساوي في محاولة لصالح فريق هيلا هيلا كانت خطيرة جدا حقيقة. الانطلاقة كانت مليحة وهذا بن عياد، بن عياد رياض اللي كاد اتحاد العاصمة محاولة الدخول منطقة العمليات عن طريق مزيان يفتح مزيان ودركنلو يضيع. دركن كانت فتحة ممتازة ورائعة بالجانب مزيان. شوف دخول منطقة العمليات نادي بارادول اللي يحاول أنه يرجع في هذه الكرة ناحية الملالي. الملالي دخول منطقة العمليات وزيماموش، زيماموش كان في المكان المناسب والتوزيعة ثلاث من وسط الميدان لكن وانطلاقة لمفتاح يدخل منطقة العمليات. مفتاح مفتاح تسديدة قوية وما يسجلش. مفتاح تسديدة قوية جدا اكثر لقطة كانت قبل نهاية المباراة بدقيقتين. شوف مفتاح والحكم السيد بقوصة يعلن عن نهاية المقابلة بالتعادل السلبي. مباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات وعلق عليها عبد الحفيظ شيب. نادي بارادو يبقى يبحث عن أول فوز في الدربيات. لم يفز بعد في الدربيات ولكن يلعبهم بأريحية، يعني الأداء تاعه في الدربيات يكون دائما مميز، تكون عنده شحنة حتى يعني هنا ما يمدوش طابع الدربي لما يلعبوا ضد بارادو لأنها أكاديمية في حد ذاتها. أدائهم بكل صراحة مميز. اليوم عندي معلومة باللي دخل لاعب يعني عمره 17 سنة اسمه بوداوي على ما أظن، هشام بوداوي 17 دخلوه يعني اليوم يلعب. كان ثاني ابن ملك زرقان استدعى في القائمة اليوم. يعني سيتان بور فويور دو فوتبولر، أنا نحسن نسميها هكذا، الفوند لا بروموسيون دي فوتبول. ورايحين يمدوا لاعبين الفريق الوطني، ربما كاين اللي يمشيوا يحترفوا خارج الجزائر، كاين اللي يمشيوا الأندية أخرى، ولكن الجمهور مادام يخصهم هذه المشكلة لا حل لها. هذه المشكلة لكن الفوتبول تاعهم إلي بليزون صراحة. خصو فقط دعم جماهيري اتحاد الجزائر رغم التعادل بين قوسين ربما تعثر ولو أنه المنافس على مستوى عالي، لكن الاتحاد في مركز ثالث يعني. أنا اتحاد العاصمة نظن يعني تكلمت في بداية الأمر على الميركاتو وغياب اللاعبين ومشوا كانوا في الفريق الوطني، نقصت نوعا ما التحضير للمدرب حمدي. التعادل تاعهم اليوم يعني الفريق لا يستهان به فعلا، يعني لما نحيو عمل الجمهور فريق كبير بكل صراحة فعلا. كل كروي هنا كروي تكنيكمون سي تون تري بون ايكيب ممتع. يعني اتحاد العاصمة راهي في المرتبة الثالثة، ما زالت عندها 27 نقطة، 27 ما زال عندها مباريات هنا في عدد كبير من المباريات داخل العاصمة. ما زال التسعة اليوم لعبوا واحد، ما زالوا تسعة في العاصمة. نظن يعني ما نتكلموش يعني نقولوا تلعب في العاصمة، هي لعبت اليوم في العاصمة ودارت التعادل تعادل فعلا، ولكن الفريق يرجع يعني ضيع كرات ضيعت هو الأفضل في الدربيات يعني. ودي لازم فو اكسبتي، لازم المناصر الكلوب تاعك أي مستوى يوصل له لازم يتأثر في بعض الأحيان ولازم تتقبلها بكل روح رياضية وتنتظر القادم. هذه كرة قدم. وذكرني تحكيمي كيفاش الأمور مشات؟ بك وصلت فيه إبراهيم ريموش المساعدين تحكيميا أغلب المباراة لبس بها حالة تحكيمية واحدة تاع المساعد. شوفوا اللقطة، شوفوا اللقطة إذا كان
راهي واجده لا يمكن ممكن اذا كانت واجده هي لقطه واحده في لقطه واحده وين لقطه الهدف اللي ماشي هدف ما كاش هدف يعني لقطه تسلل وضعيه التسلل ما نزيدوش نروحوا للهدف الثاني رانا في وضعيه التسلل فقط مش عارف راه مجدها لا معليش معليش موجوده وين المساعده هنا ايوه خليها زيد هنا 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 مشات هنا مشات شوف هو الفد عم بالو الكره رايحه اللي راه في وضعيه التسلل ولكن خرج اللي ما كانش في وضعيه التسلل هذاك اللي خرج من اللور أيوة. شوف انا الاعاده شوف خليها هكذا خليها هنا مشات خليها عاودها هنا مشات شوف الاصفر وراها الجلو راها الداخل والاصفر والاخر على خط خلينا اللي راه في وضعيه التسلل هذاك ماهوش المعني به ماهوش المعني لان الكره ما راحتلوش خلي هذا كتروح وهنا القوانين المفروض تسمح للمساعد بانتظار بطبيعه الحال خرج الاخر دا الكره هنا الحاله الوحيده في هذه المباراه وين ادوا المباراه يعني بكل صراحه خطا مؤثر واش مؤثر لان ما سجلش وصفر له اللي هو قذف باش يسجل ما صفر له رمى انا ما ندخلش في الاخر بالضروره في اعتقادي انه لاعب لعب الكره لعب الكره اللاعب والكره خرجت ما سجلش مع واحد يفرح الى اللقاء هو شغال عليها برك الى اللقاء الموالي وهو لقاء الرائد شباب قسنطينه الذي كان ينتظر تنقل صعب الى ملعب 20 اوت لمواجهه النصريه مباراه علق عليها كريم عثمان هي المرحلة الثانية فعلها أمام شباب الوزداد فعلها أمام أولمبي المدية واليوم الشباب لا يريد الهدف الأول في وقت الحديث على أن شباب قسنطينة لا يريد أن يحدث له ما حدث لأولمبي المدية هكذا نفذت الركنية في القائم الأول يا مصطفى من دون مراقبة سيسي تركوه هكذا وعيدا خطا لا يغتفر من دفاع النصرية لا كرة ثابتة كرة زاوية من جهة اليمنى منفذة كما ينبغي يلعب الكرة المراوغة التوسع والتسديدة وجانبية جانبية مرت أمام الحارس مربع ثاني أجمل شباب قسنطينة تكون في المستوى اللازم التوسع صعب خطيرة والعارضة هاي الإعادة هاي الإعادة مصطفى من سدد بالرأس قاسمي بائم حركة الأنصار حركة اللاعبين هكذا ارتقى قاسمي ركنية لنصر حسين دي علي في القائمة الثانية ولكن كرة خيط وجدت شمس الدين الرحماني إذا نفذ عدادي رفع فوق الرؤوس ارتقى خياط سدد براس وشمس الدين الرحماني في المكان المناسب من هذه الكرة الثابتة الخوف من هذه الكرة الثابتة تصطدم بالدفاع قوية ورحمن إلى الركنية المسعى الحارس المسعى قوية ورحمن إلى الركنية إبراهيمي يراوغ يمر إبراهيمي يبحث عن التوزيع في القائم الأول لقاسمي وجانبية ولكن الحظ لم يكن إلى جانب قاسمي شباب قسنطينة وحتى أنصار النصرية توزع في القائمة الثانية وشمس الدين الرحماني هناك شمس الدين الرحماني ينقذ النصرية من هذه الكرة من سدد اعتقد خياطا من سدد لم اراه اللاطي هو الذي سيتولى التنفيذ صعود من يجيدون التسديد بالراس عاليه الخطيره يوسف البديل يعدل النتيجه ماذا يفعل زيري بلال بقبه لزيري بلال دعني ارفع القبه لزيري بلال يا مصطفى يا مازا فوق الجميع يوسف عادل النتيجه اكيد الكره الثالثه كانت في شباك الحارس الرحماني كرتين ثابتتين اي انصار الوفاق خطيره لعبيد لعبيد عبيد ماذا يفعل عبيد انتظر لربيع والتسديده قسنطينه بهذه النقطه بهذا التعادل الذي إذن تعادل إيجابي بين الفريقين مباراة أنت كنت طرف البلاط التحليلي في هذه الأمسية مباراة مقبولة جدا مقبولة ولكن شباب قسنطينة عودنا يدخل الشوط الأول يعني بهدوء ويرجع بقوة في الشوط عكس ما شاهدناه اليوم تخلوا سجل الهدف تاعه بقى محافظ عليه إلى العشرة ولكن الشوط الثاني رجع النصر حسين يرجع بقوة وشباب قسنطينة بقى يحافظ على الهدف هذاك وما كانش يبادر بهجومات اللي كان يقتل بها المباراة بدون شك حماس لاعبين نصر حسنداي والإرادة اللي كانت عندهم سمحت لهم
رغم ذاك اللاعب اللي جاء عنده الدم في القسمي. هذه لقطة تحكيمية. لا مش لقطة تحكيمية، لأن محمد يوبي قال لازم الفرق يعودوا يديرون في دفتر الأعباء يشريوا غسالة ماشينا لافي، لأن غسلوا المايو هذاك غسلوه باش عاودوا رجعوا له. قال لك احنا رانا في عصر الاحتياف القميص الثاني قميص آخر ما يكونش عنده لو دوزيام مايو. نظن يعني المباراة كانت جميلة. شباب قسنطينة كرائد كرائد نظن بعد الهزيمة أمام بارادو يفتتح السنة الجديدة بتعود التعادل ثمين في 20 أوت. ماشي من السهل باش الناس تجي دير نتيجة أمام نصر عسنداي في الوضعية الحالية للنصرية منذ جولات قليلة. يعطيك الصحة. نظن يعني انطلاقة جيدة لمرحلة العودة لشباب قسنطينة. ذكريني تضحك. لا لا الواقع خبير كيفك. لا الواقع ما فيهاش غسالة بصح. انتما خبراء هو خبير وانت خبير. هو قال لك ماما كي شافهم غسلوا المايو قال لكم ماما غادي يديروا لهم ماشينا لاي اوبليغاتوار. يا معلش ما اليوم يعني بكل صراحة حكم الجولة بوخلفة نبيل سيتي هو حكم هذه الجولة حكم الجولة هذه حكم يعني الأحسن مادام نصبته حكم علاش الجولة اخويا اعطي له جائزة انت علاش 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 حكم الجولة لا فيش دو جور اليوم نات نصر حسين داي وشباب قسنطينة ما تنساش الأسبوع الماضي لعبوا وشفت مباراة الكأس كيفاش في أسبوع فيه العودة كل الأنظار متجهة الفريق المرتبة الأولى محتل يحتل المرتبة الأولى فريق يريد البوديوم نصر حسين داي لهذا كان جمهور كل شيء كانت تصور مباراة 90 دقيقة زائد 4 بدون أخطاء يعني بكل صراحة بو خلفة والمساعدين تاعو زرهوني وبن علي ما نساوش ما نركزوش دائما على حكم الساحة الاربيت برينسيبال المساعدين لما يكونوا في المستوى كل شيء انا العلامة الكاملة شفت المباراة كلها لثلاثي التحكيم بقيادة بو خلفة اذا رباعي التحكيم بقيادة بو خلفة نصبهم ذكريني الافضل في هذه الجولة وجب ان يقدم لهم جائزة نصل في الاخير الى النتائج الترتيب والجولة المقبلة طبعا الأسبوع المقبل سيكون خاص بمباريات الدور 16 من كأس الجزائر تلعب طبعا على مدار عدة أيام ستكون لنا الفرصة لمتابعة العديد من المباريات المنقولة مباشرة على مختلف قنوات التلفزيون الجزائرية في الأخير سي مصطفى سبع يعني مستعد زي تعمل في نوادي أخرى يعني التجربة هي تجربة بإيجابيتها وسلبيتها تبقى تجربة مع اتحاد البوليدة أنا سعيد كنت مدرب في بليدة لأن عرفت رجال والخبرة التجربة إيجابية نقدر نقوله إيجابية نشكر أنصار اللي وقفوا معايا اللي وقفوا معايا في المراحل الصعبة اللي كنت فيها وإن شاء الله نتمنى النجاح للفريق البوليدة واللاعبين شبان اللي راهو معهم طبعا وممكن تعود ايضا لتجربتك لما كنت محلل بالقناه الاولى مع عبد الغني العيب والزملاء ذكريني راضي على التحكيم في هذه الجوله لا بدايه موفقه بكل صراحه في هذه العوده بالامس المحترف الثاني واليوم المحترف الاول يعني بالمحصول العام بدايه موفقه ان شاء الله نتمنوا الدوم ان شاء الله عندك حتى كلمه ختام لا عندي عمي عمر مادور الله يرحمه وتوفى نعز العائله تاعو كامل لا فامي مادور وعمي عبد الكريم بن قرقوره حكم الدولي سابق في البليدة أو مريض نتمنوا له الشفاء العاجل وتحية ثلاثة متتبعين تاع حصة استوديو المحترفين بوبكر ماتام محمد رحماني ومراد صيفي هذو أصحاب حكيم أصحاب صح حكيم نظن أن العلامة الكاملة للأنصار في بداية هذه السنة يعني كانت تكلمنا على كل شيء
يا يو دي فير بلاي كمان كانت الانصار ونتمنى صح. وان شاء الله ما يتعبوش يعني لي بوفوارس الامن تاعنا ما يتعبوش بزاف كيما المرحله السنوات الماضيه. نصل الى ختام هذا المباشر، الشكر موصول لكل الزملاء خاصه في استوديو رقم واحد بقياده هيكل قاسميو بمساعده رشيد مكيداش. القاكم سيداتي سادتي في مناسبات رياضيه قادمه بحول الله، السلام على الجميع.